وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، اتفاق روسي تركي في سوتشي يوم أمس حدد الكثير من النقاط التي تركها الاتفاق التركي الأمريكي. برأيكم، إلى أي مدى ترى أن تركيا حققت أهدافها من عملية نبع السلام بهذا الاتفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بصراحة تركيا حققت يعني عن طريق العمل العسكري والمفاوضات حققت إنجاز واضح لا يحتاج إلى جدال كثير. لكن أنا أتكلم الآن كرئيس هيئة الإنقاذ السورية، جهة ثورية يهمها الثورة السورية، يهمها الصراع المرير مع أبشع نظام عرفه التاريخ، نظام آل الأسد. فنحن نرى من خلال طبعا ما حصل أن هناك خسائر أخرى ألمت بنا من خلال هذا الاتفاق، ونعلم أن تركيا دولة صديقة لنا، دولة استوعبت ملايين المهاجرين والمهجرين وفعلت ما فعلت، وهذا كررناه مرارا، إلا أن الضغط الروسي والضغط الأمريكي ومن خلفها يعني هذين الذئبين الكبيرين، هناك الذئب الإيراني أيضا يملي على النظام ويملي حتى يعني على روسيا بعض القضايا التي تخص عودة النظام إلى مناطق محررة. كنا نأمل أن يكون لنا كلمة من خلال الجيش الوطني السوري الحر، أن يكون لنا كلمة من خلال ما يسمى بالجهات المعارضة، كان ائتلاف أو يعني هيئة مفاوضات، لكن هؤلاء جميعا أقصد الائتلاف وهيئة مفاوضات يعني سقطوا منذ فترة طويلة وهم لا يفعلون شيئا إلا إملاءات تأتيهم من هنا وهناك. لا يوجد شيء ثوري يا سيد، لا يوجد شيء ثوري ينجز. طيب، بخصوص الاتفاق الروسي التركي، يعني المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك قال إن المنظمة الدولية لا ترغب في استمرار القتال شمال شرق سوريا. هل تعتقدون أن تركيا ستوقف القتال، لا سيما وأن تصريحات كافة السياسيين الأتراك أكدت أن الاتفاقات السابقة كانت لتعليق القتال لا لوقفه؟ يعني لدينا حالة واضحة أن تركيا فرضت إرادتها للمرة الثانية بعد قضية، أو للمرة الثالثة يعني، في قضية مواجهة داعش ومعارك الباب في غسل الزيتون، عفوا في مناطق درع الفرات ثم غسل الزيتون، والآن نتكلم عن هذه العمليات. فرضت إرادتها للمرة الثالثة، والجميع يعلم أنه لا أمريكا تريد هذا العمل العسكري ولا حتى روسيا ولا حتى كل الجهات الأخرى، لكن تركيا فرضت إرادتها يعني بوحدة داخلية، بإرادة داخلية موحدة، الجميع اصطف خلف هذا القرار، قرار العمل العسكري. وبلا شك أن تركيا حققت في أمنها القومي أشياء وأشياء وجود، وقطعت ما سميته أنا بالدولة الشريطية المسلحة الممتدة من الشرق إلى الغرب إلى مسافات تجاوزت 700. هذا القطع الذي أسميته الدولة الشريطية المسلحة ألا يخدم سوريا وينهي موضوع الانفصال؟ يعني من هذا الجانب ممكن أن نقول نعم، يعني ولكن لا تنسى أن جميع المقاتلين الذين أشرفت أمريكا على تدريبهم وتسليحهم ولم يستخدموا الأسلحة النوعية ربما بقرار أمريكي، هناك أسلحة نوعية مضادة للدروع، هناك أسلحة حتى ستينجر موجود، تقارير كثيرة تكلمت عن ذلك، هم موجودون وما زالوا ضغطوا نحو الجنوب ونحو الشمال الشرقي، لكنهم موجودون وخطرهم موجود. ونحن نتكلم عن الإرادة الثورية السورية، لا نتكلم عن سوريا كنظام، نتكلم عن إرادة الثورة السورية والشعب السوري المنتفض العظيم. عبر الهاتف من إسطنبول كان معنا رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.